عندك نقطة ارتكازية وعندك نقطة هامة، دي نقاط اتخاذ قرار، يعني نقاط بيتخذ عندها قرار الشراء أو كقرار البيع أو بيتغير عندها الاتجاه. طبعا ما اللي عايز افهمه لك يا اخي العزيز، ودي يعني من اهم المشاكل اللي بيواجهها المتداول العربي، ان هو بيعتقد ان التداول علم وبيتم التطبيق عليه بصفة علمية، 1+1=2. التداول فن وليس علم. فأنت النهاردة عندك نقطة ارتكاز، مثلا لو خدنا نقطة ارتكاز، يعني ادي عندك هنا، انت شايف السكرين، المتداول التحدي الحقيقي انه لا يتغير، يعني كل يوم لا يتكرر، كل يوم لا يتكرر. يعني انت لو بصيت هنا مثلا، لو بصيت عند الشمعة ده، دي كسرت نقطة الارتكاز وارتدت بعض الشيء. ممكن واحد مجتهد يقول لك والله انت تشتريها بقى لما تطلع تاني مرة تعيد الاختبار، وممكن يبقى كلامه صح وممكن يبقى كلامه غلط. انما حقيقة الامر لو انت بصيت على الشمعة ده، هتجد ان هذه الشمعة كانت، لا، السوق له قوانين، السوق له قوانين قواعد، ولكن ليس له انك انت تاخد نقطة وتكررها. لو تقول مثلا الشمعة، يعني هديك مثال، الشمعة هنا دي قفلت بالمنظر ده، ودي نقطة ارتكازية، كسرت النقطة الارتكازية عند 127.80 ورجعت قفلت عند 127.81 حاجة كده. هل معنى كده ان دي فشلت؟ او معنى كده ان احنا ناخدها شورت؟ بالطبع لا. ليه؟ لان الشمعة دي كانت يوم جمعة. يعني بمجرد التداول يوم الجمعة بيختلف عن التداول يوم الاثنين. بمجرد ان ده نهاية الاسبوع وده بداية الاسبوع، بيختلف التداول. اللي هياخد صفقة يوم الجمعة ده راجل بياخد صفقة هيستمر فيها إلى المدى الطويل، وبالتالي بيبقى في عملية تحفظ وعملية تروي. وإن كانت الأسعار مثلا مش قوية قوي، فبيأجل اتخاذ القرار إلى اليوم التالي ما بعد نهاية الأسبوع. فإحنا لما بنتداول بقواعد. ليه؟ لأن القواعد هي التي بتحمينا. النقطة اللي هي زي دي، النقطة المركزية اللي هي زي ده، دي نقطة مركزية، شوف طلع فوقيها وطلع تاني، وبعدين رد، عمل التست بتاعك اللي انت بتقول لي عليه، عمل التست. يعني دي يعني عشان تشوف ان الكلام اللي بيتقال لك كلام، يعني عملية العرض والطلب. طب ادي نقطة مركزية، كسرها وكسرها بقوة، يبقى ده بقى طلب، ماشي، كمل معاه الطلب، ماشي، وبعدين رجع كسر، يبقى دي ما منطقة عمل كسر ورجع فوقها. انت هتتغير
انت طالما انه فوق النقطة المركزية، فوق النقطة المركزية، كل اللي عليك تعمله انك يا تشتري يا ما تعملش حاجة. انا هديك مثال. التداول معادلة فيها احتمالات وطالما فيها احتمالات بيبقى فيها شيء من الحظ. يبقى أنت لو عايز تنجح في هذه المعادلة، وهي معادلة ليه؟ لأنك أنت يا تشتري يا تبيع يا ما تعملش حاجة، فأنت عندك 3 احتمالات. يعني صفقة الكسر الكاسب، ما هو كيف تجنبها؟ لن تستطيع. يعني لو أنا هقول لك هناك قاعدة لكي تتجنب الكسر الكاذب، أكون أنا كذاب. ليه؟ لأن زي ما قلت لك لا يتكرر يومان. بالظبط، ما هو دي اللي انا يعني عايز اقولها لك. فانت بتشيل علشان تكسب في الصفقه دي لازم تلغي الحظ، لابد ان تلغي الحظ. لابد ان تلغي الحظ من الموضوع، لان الحظ كويس ونتمنى كلنا ان نكون سعداء الحظ، ولكن الحظ لا يدوم ولن تستطيع عمل معيشة اعتمادا على الحظ. الحاجات اللي بتتكرر في السوق يا ناصر، الحاجات اللي بتتكرر في السوق هي الحاجات اللي نستطيع ان نعتمد عليها. الحاجات التي لا نستطيع أن نعتمد عليها دي ما نستخدمهاش. يعني أنا هنا عندي هنا سؤال، هديك حل بسيط. هنا هو شايف الشمعة الزرقاء دي؟ شايف الشمعة الزرقاء دي؟ كلكم، كل اللي في الأوضة شايفين الشمعة الزرقاء دي؟ هنا هو عايزك تاخد قرار، تشتري ولا تبيع؟ هي صفقة تعتبر حمراء لأنها حمراء وعملت تيست للنقطة الارتكازية، وصفقة بيع تبقى صفقة شراء ولا صفقة بيع؟ هنا هو عايزك تاخد قرار بسرعة عشان هنبتدي كمان 3 دقايق. هنا هو نشتري ولا نبيع؟ دي المشكلة بتاعتك يا ناصر، انها مش تحت الخط، دي قفلت فوق الخط. هي عملت تيست في النقطة الارتكازية وقفلت فوق الخط، قفلت. ففوق الخط، طالما فوق النقطة المركزية، حتة التذبذب دي بالظبط قرار الشراء. هنا اهو هي الخط 126، الاغلاق بتاع الشمعة دي، الاغلاق بتاع الشمعة دي 126 82 بالظبط. الله ينور عليك يا عبد الله، بقت عملية شراء. فأنا اللي عايزه منك صحيح
كلنا بيجي لنا حالة من الـ الشك، طلعت فوق النقطة المركزية وبعدين ردت تحت النقطة المركزية، كانت في نص الشمعة. الكلام ده إن إحنا نقدر نثبته ونستخدمه، طالما إن أنا بستخدم نقطة مركزية فثابت من التاريخ، ثابت من التاريخ، وأستطيع يعني لما أنا بديكوا شرح حاجة هنا و ممكن أثبتها لك 10,000 مرة. لما بثبت لك هذه القاعدة 10,000 مرة يبقى في هذه الحالة دي قاعدة تستطيع أن تستخدمها، وإن كان نسبة نجاحها لن يكون 100% ولكن سيكون 80%. فأنت عايز تحل معضلة 20%، يعني أنت عايز تحل معضلة 20% اللي بتكسر نقطة، زي تحل معضلة الشمعة الزرقاء دي. دي معضلة لن تستطيع أن تحلها. ليه؟ لأن ده وضع خاص حصل لليوم ده. إنما القرار اللي تحت إيدك وأنت مالك نفسك فيه اللي هو ده. يعني أنت جيت هنا، جيت عند الشمعة الصفرة دي واشتريت. الستوب بتاعتك تحت ال 126.63، ماشي. اشتريت انت فوق ال 126.63 وحطيت 23 بيب ستوب، نزل هنا راح مطلعك، خسرت 23 بيب، ماشي. ادي الله لحكمته. لما يطلع السعر تاني ويقفل فوقها هشتريها تاني، لان انا واثق من القاعدة بتاعت النقطة المركزية ان فوقيها نقطة شراء، فبالتالي هيستمر في الصعود، لان دي بالنسبة لي الشمعة الزرقاء اللي انت شايفها دي، دي عبارة عن منتهى القوة. مش انت بالنسبة لك كان شكلها ضعف، دي منتهى القوة، منتهى القوة. وده اللي احنا هنعمله في الدورة. الكوب والعورة والحاجات دي أنا يعني أنا راجل متداول يا نصار، وأحب إن أنا أعلمك بنفس الاحترافية اللي أنا اشتغلت بيها 40 سنة اللي فاتوا. عملية أسامي ومسميات والحاجات دي، ويقول لك الشمعة دي دوجي ودي رجل الخفاش ودي مش عارف إيه، سميها ما تشاء، يعني المسمى سميها أنت ما يحلو لك، ولا اعتراض عندي، ولا اعتراض عندي من المسمى، ولكن اللي يعنيني أنا إنك أنت تفهم، تفهم مضمون الشيء ومعنى الشيء، لأن الحياة كلها ما هي إلا قرارات. كل في حياتنا، كل حاجة أنت بتعملها أنت بتاخد قرارات كل يوم، فلازم تاخد القرار الصح. خدت القرار بناء على إن اسمها قورة وكعبان ولا مش عارف إيه، أي مش مهم، ولكن لو أنت فاهم. يعني اما بقول لك اشاره حمراء، اما بقول لك اشاره حمراء وانت سايق بتشوف اشاره حمراء، معناها ايه؟ معناها انك تقف. ليه؟ لان السير هيتغير وانك انت تقف. فان انا اقول لك النهارده اشاره حمراء، فانت فاهم المضمون وفاهم المعنى،
فبالتالي الإجراء والقرار اللي هتاخده بناء عليها قرار صائب. فإحنا نبتعد قبل أن إحنا يعني إن إحنا ناخد مسميات وناخد ألقاب. إذا كنت أنت فاهم مضمون المسمى ومضمون اللقب ومعناه وإزاي أنت تنفذه هتنجح. يعني مثلا في حد بيقول لك نقطة ارتكازية، في حد بيقول لك نقطة هامة، في حد بيقول لك الكلام اللي أنا بقوله، محدش. مش إن أنا مثلا مخترع حاجة جديدة لا سمح الله، ولا فككنا ذرة، ولا دي حاجات جت نتيجة التداول، دي نقطة هامة. فالشمعة الزرقاء دي شمعة لما تشوفها بتعني منتهى القوة وليست منتهى الضعف. ليه؟ لأنك بتأخذ الشمعة دي وما جاء قبلها. فأنا لو خدناها تحليلا، أنا عندي زخم صاعد، هذه أول حاجة. اتنين، عندي نقطة ارتكازية. ثلاثة، كسر النقطة الارتكازية ونزل تحتيها. أربعة، علشان الزخم الصاعد ده طلع تاني فوق النقطة المركزية، طلع تاني. لما كسرها ما حصلش خوف، المتداولين ما ترعبوش، المتداولين ما باعوش، ما خافوش. فبالتالي معنى كده، اذا كنت عايز تعرف حقيقة الطلب او ده اساس الطلب. ليه؟ لانه كسر نقطة مركزية وارتد تاني فوقها. فمعنى كده ده شيء اندل على شيء بيدل على القوة، فتشتريها وانت مغمض وتبص تلاقي الشمعة طلعت معاك. بس كل حاجة لها تفسير نفسي، تفسير علمي، انما انت الشارت دي عبارة عن كتاب بتاخد شمعة وما جاء قبلها لكي تتعرف على الصورة الحقيقية للسوق، ويوم بعد كده تستطيع انك انت تتخذ القرار الصح. انما ناخد يعني من الحاجات اللي بتتعبني انا، يعني مش منكم انما من الناس اللي بيجي يعني يقول لي رجل الخفاش. يعني ايه رجل الخفاش ولا الفراشه؟ ده الراجل اللي شافها واحتمال تبقى سليمه 100%. انت لازم تفهم ان انت عشان تبقى متداول ناجح لازم تفتح مخك وافاقك وتتطلع على كل ما يمليه عليك السوق وكل الافكار اللي بتيجي، ولكن انت تفهم الفكره وما وراء الفكره وبعدين تطبقها. ولازم تعمل لها تيست، لازم تعمل لها اختبارات عشرات المرات. يعني حوريك على الشارت اللي قدامك دي، باك تيست. بس باك تيست ممكن تعملها بالنظر، مش محتاج تعملها يعني ممكن لو تقدر تبرمج انت وتعمل باك تيست خير وبركه. يعني انت بص على النقطه هنا اللي عند النمره 2 وبص تاني، ادي هنا اهي نفس النقطة ونفس الشيء اتكرر تاني هنا اهو. شوف عملت ازاي، نفس ما طلعت ورد واحد طلع تاني في النقطة، ما اصبحت منطقة قوة وانطلقت. وادي النقطة، يعني انا ممكن اوريها لك في 50 شارت بالمنظر.
وانا اكتشفت ان الحل ان انا اتعرف على النقطة الحقيقية اللي عندها بيتغير وبيتحول اتخاذ القرار من بيع الى شراء. انا يهمني اعرف ايه قرار السوق، يهمني اعرف ما هو يعني النجاح في التداول، ما هو قرار السوق. البيع ام الشراء؟ ده الاساس، انا عايز اعرف ما هو قرار السوق، البيع ام الشراء. لو كان قرار السوق هو البيع فانا بائع، لو قرار السوق هو الشراء فانا مشتري. عند النقطة الشمعة الزرقاء دي هنا زي ما سألتك، لما بتاخد الأجزاء دي هنا وإغلاق الشمعة فوق النقطة المركزية، فبسألك ما هو قرار السوق؟ هل هو بيع أم شراء؟ نزل تحت النقطة المركزية، إيه المشكلة؟ ده سوق حجمه 4 تريليون دولار في اليوم. معاك أنا بتغيظ، معاك بتحرق الدم وتغيظ، احنا عايزينها تطلع فوق النقطة المركزية وتطير زي المزاراتي ما تبصش وراها. انما بيحصل، انما لو انت عندك القاعدة والعقيدة والثقة في القرار ان ما فوق النقطة المركزية يعني الشراء، اذا حصل تذبذب هنا وكلفك 20 بيب، الخطوة اللي بعديها هتعمل لك 60 بيب، يبقى الفرق بين الاثنين انت كسبان 40 بيب، وما اختلفتش وما تبرجلتش وما حاولتش انك انت تفسر الشيء الذي لن تستطيع ولا يستطيع احد ان يفسره، وهو الحدث اليومي في السوق. الريسك ريبورد، الله ينور عليك، الريسك ريبورد. ففوق النقطة المركزية الميزة اللي فيها انها بتدينا الريسك ريبورد بتاعنا وبنقدر نحسب. اوكي، احنا هنبتدي علشان لا يعني يسعدني ويشرفني، ويعني انا عشان كده احنا واللي حاضرين كلهم والمجموعة اللي هتحضر، احنا عاملين دورة في دبي الاسبوع الجاي، ممكن تحضروها اونلاين. هي الدورة 3 ايام. الدورة دي معمولة بالتعاون مع افك سولوشن وسيتي اندكس، وهي دورة مجانية، يعني مش محدش بيدفع لكم حاجة. هتبدأ يوم الخميس بعد الظهر، وهتبقى من الساعة 5 للساعة حوالي 10، وبعدين يوم الجمعة صباحا ويوم السبت. طبعا انت معانا يا رامي، لو حابب تحضر طبعا اهلا وسهلا، مفيش مشكلة، علشان ان احنا نفكرك بال المهم. اللي عايز يحضر الدورة، في انا حاطط في الشات الايميل بتاع، لو بصيته في الشات اللي هو الايميل بتاع اسمه شهاب عبد الله، بس ابعت له علشان يحجز لك مكان. لو انت موجود في دبي او تقدر تبقى موجود في دبي، اهلا وسهلا، تشرفوا. زي ما قلت لكم احنا دي عاملينها بالتعاون مع سيتي اندكس، ليه؟ ان احنا نقوي المتداول العربي وننجح المتداول العربي. فالمقصود منها ان ربنا يكرمكم باذن الله ويوفقكم.
ودي في الحاجات دي هنشرح الاساسيات ده اهي. يعني انت بتقول لي يا ناصر انك انت عارف انا بتداول ازاي، الشرح اللي وضحته لك ده يعني مختلف عن اللي انت سمعته، لان احداث السوق كل يوم في السوق لها حدث. فاني واي اللي يحب يحضر سواء اونلاين او شخصيا اهلا وسهلا، يتفضل. طيب احنا دلوقتي هنبتدي نعمل الدوره بتاعتنا. الاساس اللي احنا بنشتغل عليه زي ما انتم عارفين ان احنا بنتكلم على العملات ككل، وزي ما انتم شايفين ان احنا بناخد الازواج كلها ونحاول نركب مع بعض ايه الازواج اللي هي قوية اللي نستطيع ان احنا نكون مشترين لها، وايه الازواج الضعيفة اللي احنا ممكن نبيعها. طبعا لو بصيتوا هنا اهو ده شارت اسبوعي، لو بصيت شايف الدولار هو الوحيد، العملة الوحيدة اللي هي منطلقة بزخم قوي جدا في صعود، يتبعها اليورو عكس في الهبوط، الجنيه الاسترليني نفس الحكاية، الين الياباني نفس الشيء، والسويسري نفس الشيء، النيوزيلندي ليس بنفس الضعف، ليس بذات الضعف، ولا الأسترالي. يعني الأسترالي برضك ضعيف، إنما الواضح والجلي الشيء الذي لا يختلف عليه اثنين هو قوة الدولار الأمريكي. لو بصينا على الشارتات اليومية يعني برضك واضح مدى قوة الدولار وضعف اليورو وضعف الجنيه الاسترليني والاسترالي والنيوزيلندي. فالاختيار بتاع العملة اللي احنا نركز عليها في الشراء واضح لا يختلف عليها اثنين. النقطة ان احنا نزوجها مع العملة الضعيفة. هناك عملات اخرى نستطيع ان احنا في واحد دي واحد معرفش ليه ما بيخشش سبحان الله. هناك عملات كثيرة في السوق بالإضافة إلى العملات المركزية أو الرئيسية ده، وهي العملات بتاعة الدول النامية زي النرويج، زي اسكندنافيا، زي سنغافورة، ودي عملات باقتصادها ضعيف وبيتم تأثير أو ظهور أو بيان تأثير قوة الدولار عليها. فأنا عملت الرسم البياني ده هو للعملات في مواجهة الدولار، وده كان طالع من بلومبرج. ادي شكل الدولار، الاندكس بتاع الدولار وعدى 100، وشايف اضعف عملة في مواجهة الدولار هي الكورونا النرويجي، يتلوها الدولار، يتلوها السويسري، يتلوها الكورونا الاسكندنافي، يتلوه الجنيه الاسترليني، ثم الكاد، ثم الاسترالي، فالياباني، فالنيوزيلندي. وهنا نفس اللي احنا شايفينه على الشارت هو نفس المضمون اللي انا وريته لكم، ولكن ده هو الايه الملخص، ده اللي هو الملخص اللي احنا. فاحنا لو عايزين نركز النهاردة على الشغل احنا عايزين نشتغل على الدولار، لازم ناخد في الاعتبار بعض الاحداث اللي ستحدث في الاسبوع القادم. الحدث الاول ان احنا عندنا البنك المركزي
الأمريكي عنده اجتماع، وده طبعا هناك الكثير من النقاش حول هل البنك المركزي الأمريكي هيرفع سعر الفايدة ولا لا، وده طبعا كلام جرايد يعني وكلام مذيعين تلفزيون ومحللين مش لاقيين حاجة يقولوها، فعايزين يقولوا ان يعني الخبر النهارده البنك المركزي هيعمل ايه. انا بقول لك من دلوقتي ان البنك المركزي الامريكي لن يفعل شيء، وهديك الاسباب بوضوح في بعد دقيقه واحده. الحاجه الثانيه اللي عندنا البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاث برضك عنده بيان هيطلعه، فممكن يبقى فيه تذبذب او مش هيبقى فيه انطلاقه في سعر الدولار الى ان يخلص البنك المركزي الامريكي يوم الثلاث. ونفس الحاله برضك بالنسبه للبنك الاسترالي، وعندنا البنك الياباني. يعني عندنا ثلاث بنوك مركزيه ستجتمع وستصدر قرارات في هذا الاسبوع، البنك الياباني والبنك الاسترالي والبنك الامريكي. ضيف على كده الوضع الحالي في اليونان والمشاكل اللي حاصلة في اليونان والخلاف بين اليونان وبين ألمانيا بالذات، لأن ألمانيا هي تقريبا الدولة اللي بتغطي ديون أوروبا. ديون أوروبا هي تقريبا ألمانيا اللي بتغطيها. فبالتالي واضح من أحاديث الرئيس الوزراء الجديد اليوناني أنه بدأ يرضخ لقرارات البنك المركزي الأوروبي، وهي المدعومة أو يعني المعززة من ألمانيا، وبالتالي يعني هيكملوا في عملية التقشف والحاجات دي. فنقدر نقول ان احنا هنستمر ان احنا نشوف ضعف في اليورو وبالتالي ضعف في السويسري. فاحنا هنركز الاسبوع ده على يعني علشان الخبر بتاع البنوك المركزية بالنسبة للدولار وبالنسبة للأسترالي وبالنسبة للين الياباني، هنقول ان هيبقى في حركة، ولكن الحركة الحقيقية ستظهر بعد الخبر، يعني بعد الاخبار، وهي لا شيء. يعني كل الاخبار لا شيء، مفيش حاجة هتطلع جديدة. السبب انا وهو والسبب هوريه لكم دلوقتي. السبب بمنتهى البساطة، لو انت بصيت على الشارت بتاعت الدولار اندكس، ده شارت يومي، ستجد انه من تقريبا شهر اتنين السنة دي، يعني في خلال شهر ارتفع قرابة من 94 الى 101 تقريبا، ارتفع قرابة 6% تقريبا 6% تقريبا من 6 ل 7%. من يناير من هنا ارتفع ما يقارب 15 او يعني من 15 الى 17%. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اسعار جميع المنتجات الامريكية، العربية الامريكاني، لو انت عايز تشتري عربية امريكاني سيبك من دبي والسعودية لان العملات ثابتة في مواجهة الدولار بترتفع، ولكن في اوروبا في اي حاجة، المنتجات الامريكية زادت التكلفة بتاعتها على المستهلك حوالي 20%.
فانا النهارده اذا كانت حاجه بتكلفني 100 هتكلفني 120، فبالتالي مش كل الناس مستعده انها تتحمل التكلفه الزايده، فهتبتدي تاجل في عمليه الطلب. فده نصار ده اللي هيقلل الطلب على المنتجات الامريكيه. فلو جه البنك المركزي رفع الفايده كمان ربع في الميه، رفع الفايده ربع في الميه، الدولار الربع في الميه ده التي لا تعني شيء، ربع في الميه لن تعني شيء ولا لها قيمه، ولكن اللي هيحصل ان هيرتفع الدولار الى ارقام خرافيه. لو نسبه الدولار يعني انت بص شايف المنظر الشكل الاسبوعي للدولار عامل ازاي في منتهى القوه، لو الشارت الشهري شايف الترند عامل ازاي، يعني داخل على اللي هو ال 185 اللي هي النقطه المركزيه التاريخيه، دي نقطه مركزيه تاريخيه. فلو طلع فوق يعني اوريدي طالع مش محتاج دعم من البنك المركزي، والبنك المركزي لما بيرفع سعر الفايده بيرفع سعر الفايده لكي يقلل من الضغط على الاقتصاد. يعني ايه؟ يعني او يحط ضغط على الاقتصاد او يجعل الاقتصاد ينكمش بعض الشيء. فانت لما عندك عمله بترتفع 20% مرتفع 20% مش محتاج انك تزود ربع في الميه تاني، وخصوصا رد الفعل النفسي للربع ده هيكون تخريف يعني خرافي، عملية خرافية. فبالتالي مش لو بصيت على اليورو، اليورو انهار ده اسبوعيا كان ب 130 نزل 30%، ده انخفض 30% 30%. فالواضح والكلام المنطقي والعقلاني ان اللي هيحصل هو ابقاء الامور على ما عليه، ابقاء الوضع على ما عليه، على المتضرر اللجوء الى القضاء. مفيش حاجه هتحصل، هيعدوا الثلاث ازمات، هيتعدوا الثلاث اجتماعات يعني بدون الحاجه المهمه اللي لازم ناخدها في الاعتبار برضك قرار البنك المركزي الصيني، الصين ان هي خفضت سعر الفايده، يعني العالم كله بيخفض سعر الفايده، خفض سعر الفايده مرتين في الربع من اول السنه، خفضها مرتين. فمعنى كده معنى ان البنك المركزي الصيني خفض سعر الفايده، واليورو البنك المركزي الاوروبي يعمل عمليه التسييل الكمي. فواضح ان النهارده هناك ثلاث اقتصادات او ثلاث دول اقتصاديه او ثلاث مراكز اقتصاديه، الا وهي المانيا واليابان والصين. هو ثلاث دول اقتصادهم قائم على التصدير، وحصل دلوقتي بدأ التنافس او نقدر نقول نسميه حرب العملات، لان المانيا مش هترضخ ان الصين تكسبها ولا ان اليابان تكسبها، ويتجه الطلب الى اليابان او يتجه الطلب الى الصين. وبذات الوضع بالتالي امريكا اقتصادها يعني كفي حاله بحاله، ولكن برضك بتتعرض للاشكال الدوليه. فبالتالي زي ما قلت لكم يعني ما اعتقدش، يعني اكاد اقطع باليقين انه يعني لن يحدث شيء قبل يعني يمكن بعد الصيف، الى ان تتضح الرؤيه ايه اللي بيحصل في العالم. وبناء على كده احنا عايزين
نبتدي في الاختيار بتاعنا، احنا عايزين نبتدي نشتري او العملة اللي هنشتريها الاساس بتاعنا هو الدولار، ده العملة اللي احنا عايزين نركز على شرائها. واحنا عندنا دلوقتي نقطة مركزية اللي هي 185، احنا دلوقتي عند 177، عند 171. لو طلع دي تقدر تعتبرها شيء من المقاومة بعض الشيء، لو طلع الاندكس فوق 185 يبقى هينطلق. فاحنا يبقى عايزين نشتري الدولار ده اقوى عملة، واحنا يعني يوم الاثنين ويوم الثلاث هيبقى فيه يعني لو اخترق ال 85 هيحصل زخم والستوبس هتتضرب، لو كان فيه هدوء يبقى احنا نخلي عيننا عليها ولا داعي للتسرع. ليه؟ لان عندنا ثلاث بنوك مركزية يوم الثلاث والاربع، يوم الثلاث والاربع هم البنوك المركزية، فلازم يبقى يعني عاملين حسابنا ان هيحصل تذبذب كبير، ولكن اقوى عملة هي الدولار. تاني اضعف عملة اللي هي زي ما وريتكم في الرسم البياني اللي هو ده، اللي هو الكورونا النرويجي وبعدين اليورو وبعدين الاسكندنافي، فهناخدهم بالترتيب كده اهو، لا داعي لايه لاختراع لاعادة اختراع العجلة، دولت اللي هم الاساسيين هنشتغل عليهم. طيب احنا هناخد اضعف عملة اللي هي النرويجي وبعدين اليورو، واليورو احنا مرتاحين فيه نسبيا لان ما عندناش بنوك مركزية طبعا، فممكن نستخدم اليورو، ولكن هقول لكم تحفظ على حاجة واحنا لما نيجي للشارتس بتاعت اليورو. عندك اللي هما بالترتيب السويسري والسك، ممكن ناخد السك، انا بفضل العملات الضعيفة اللي هي النرويجي والسك، لان عملات ضعيفة يعني اقتصاد ضعيف، فبالتالي ملهاش اتجاه للهبوط يعني. وبعدين ناخد الجنيه الاسترليني والكاد. بصوا بقى على الجنيه الاسترليني، انا عايز اوريكم حاجة على الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني زي ما انتم شايفين المنظر الاسبوعي ده وضع خطير بالنسبة للجنيه الاسترليني. النقطة المركزية الهامة جدا اللي هي 147.68، دي نقطة مركزية تاريخية بيرجع مرجعها لسنة 93، وانه يخترقها ويغلق تحتيها فبالتالي معناها ان هو هيستمر في الهبوط. ليه؟ لقرب العلاقة بين بريطانيا والسوق الأوروبية، يعتبر اقتصاد واحد، واللي بيحصل في أوروبا بيأثر بالتالي على بريطانيا، ومن ثم اللي هيحصل ان هيستمر او مفروض يستمر هبوط الجنيه الاسترليني لحد ما يعمل عملية تيست ال 145.56، ولكن لو طلع فوق ال 147.68، لو طلع فوقها هنا اهو دي بتصبح نقطة شراء، دي بتصبح نقطة شراء تصبح نقطة شراء مهمة جدا.
فالنقطة بتاعتنا اللي هي النقطة المركزية ده، هي دي اللي هي الأساس ل 147 61، دي اللي فوقها هنشتري الدولار، دي اللي فوقها هنشتري الدولار. أوكي. اليورو طبعا شايفين المنظر لا يحسد عليه، حسب البروكر بتاعك في سيتي اندكس يعني، ما يعني طالما ان انت عندك صفقه ب السبريد عليها يمكن اوسع شويه، ولكن طالما انك هتعمل فلوس، انا عندي ادفع قرش زياده وابقى عامل عندي فرصه ان انا اعمل فلوس على ما استرخص واخسر، يعني اما تحسبها تحصيل حاصل، تاخد بالك. زي ما قلت لك احنا لازم نشيل الحظ من المعادله. اليورو طبعا المنظر زي ما انتم شايفين، يعني النقطه اللي جايه 103، وغالبا هيخترق ال 103 وينزل لل 93. فمنظر اليورو لا يحسد عليه. لو جينا للاسترالي، نفس الوضع بالنسبة للأسترالي، هو دلوقتي كسر النقطة المركزية اللي عند 77.83 ونزل للنقطة التالية، مش عارف النقطة التالية اللي جبناها منين، دي ملهاش أساس دي. يعني هو اخترق دي، فبالتالي المهم في الشارت بتاع الاسترالي انه البنك الاسترالي عايز يضعفه، ولما بدأ يضعفه في سنة 2008 كسر ال 77 ونزل لحد حاجة و40، نزل ل 46. يعني لما اخترق ال 77 نزل لحد ال 43، نزل للاربعينات. فمعنى كده ان احنا عندنا هذا المشوار هيستمر، يعني عندنا المسافه دي لسه هتيجي. ليه؟ لان زي ما قلت لكم هناك دلوقتي شبه حرب في العملات، اذا كانت الصين بتخفض يبقى استراليا هتخفض، يبقى اوروبا هتخفض، كله هيخفض. ليه؟ لان لو فضلت العمله بتاعت الدوله غاليه دي هتاثر على الموارد او مبيعات وحصيله الصادرات والواردات، وهتاثر على ميزان التجاري بتاعها والموازنه. فالاسترالي برضه كل عام وانتم بخير. لو بصينا على النيوزيلندي، النيوزيلندي نسبيا ضعيف، ولكن الميزة في النيوزيلندي ان هو بيدفع اعلى نسبة فايدة، بيدفع اعلى نسبة فايدة. فاحنا ممكن نزوج النيوزيلندي مع العملات اللي هي متبهدلة خالص، فممكن نزوج النيوزيلندي مع اليورو مثلا، ممكن نزوج النيوزيلندي مع الجنيه الاسترليني. لو بصينا للكندي طبعا نفس الحكاية بالنسبة للكندي، كل عام وأنتم بخير، قاعد عند النقطة المركزية اهي، شايف؟ أنا مش عارف النقطة دي جت منين. فالنيوزيلندي
واضح ان قدامه على الاقل 200 بيب كمان هبوط للكندي. فالاختصار علشان نحن نختصر الاحداث، فانا عندي النوكي واليورو والسك، وعندي انا احط الين الاول عشان تشوفوه. طبعا شايفين الين ده الشارت الشهري كل عام برضك، يعني نفس الحكاية الاسبوعي، يعني ادنى قاع اهو. و وهو يعني الحاجة اللي عايز اوصلها لكم، هو دلوقتي زي ما انتم شايفين على 82 52، المؤشر ده عكس الدولار ين، يعني بيمشي عكس الدولار ين. فاحنا لو حطينا الدولار ين انت شايفه ان هو تقريبا عند 121، يعني 85 على المؤشر بتاع الين تساوي تقريبا 121 عند الدولار ين، واخد بالك؟ لو احنا جينا بقى للشارت الشهري تبص ان هو في وقت من الاوقات وصل التداول الى 150، الى 150. فمعنى كده ان الاندكس الياباني كل عام وانتم بخير قدامك لسه على الاقل ما يوازي 400، يعني من 121 عندك 1000 بيب لسه ماشيه في الايه فيما يتعلق بالدولار ين. ف هي فين خد بالك؟ فهناخد معاها الين برضك بضعف، درجتين ضعف. الاسترالي برضك هديله درجتين ضعف. الجنيه الاسترليني هديله درجة واحدة ضعف، لان احنا لسه مش عارفين الوضع ايه. والكندي مع الأسف برضك درجتين ضعف. أوكي، فبناء عليه اللي احنا هنعمله دلوقتي هو الآتي، إن احنا هنبتدي ناخد إيه الدولار سك، الدولار نوك، ناخد اليورو دولار، ناخد الدولار ين، ناخد الأوزي دولار، وناخد الدولار كاد. دي المجموعة اللي احنا هنبتدي نتكلم فيها، دولت اللي هنركز عليهم وبالترتيب ده. النقطة الجنيه الاسترليني ممكن لو حبيت، انت بتحب الاسترليني ممكن تاخده مع الدولار، ممكن تاخد دولار استرليني، ولكن يجب ان تكون متحفظ او متحوط فيه. ممكن تاخد الباوند أسترالي، ممكن تاخد الباوند كاد، وممكن تترقب الباوند ين، ممكن تبقى في حالة ترقب للباوند ين. النيوزيلندي ممكن ناخد النيوزيلندي لو تحب، ده هنديله واحدة ضعف، فممكن ناخد قصادها اليورو النيوزيلندي. ممكن ناخد يعني ممكن تاخد الباوند، يعني مش من لما يخش هو كفاية كده عشان ما نشتتش. فهنبتدي بالدولار سك، الدولار نوك، الباوند اوزي، الباوند الدولار، باوند الكاد، الين،
ونيوزيلندي واليورو، ودي المجموعه بتاعت العملات اللي احنا هنركز عليها دلوقتي. فهنبتدي اول حاجه بالايه؟ الدولار سك. الدولار سك زي ما انتم شايفين لما انت بتعمل التحليل بتاعك مظبوط، اديك شايف العمليه شامخه يعني في صعود، و يعني عدى يعني في اعلى المستويات له يعني داخل قرابه ال يعني اعلى سعر ممكن ناخد ده واحده هنا 900 او 10، فانت قدامك 1000 بيب وزياده في الدولار سك. فاحنا هنشتري، انا جهزتهم، خدوا سكرين شوت من الكلام ده. فاحنا هنشتري الدولار سك على 8.73 فوق ال انا بخبي دولت عشان الارقام تشوفوها احسن، تبقى ارسل لكم. فالدولار سك احنا هنشتريه فوق القمة بتاعت اليوم اللي هو هيبقى 8.73، دي اللي هي النقطة. النقطة المركزية زي ما شفتوها 9.1، دي النقطة المركزية اللي فوق. والستوب بتاعتي هتبقى 8.66، يعني هشتري 8.73 يعني 130 بيب تقريبا ستوب. البيب في بحوالي دولار ونص تقريبا، انما بتمشي كويس يعني. فهنشتري 8.73، النقطة المركزية اللي فوقها 9، يعني الهدف اللي ممكن تصل له تاخد عنده ربح لو 9.1، والستوب بتاعتك اللي هي 8.66. البيع هنبيع تحت 8.55، اكتبوا الارقام 8.55، دي النقطة المركزية اللي هي عندها هنبيع. والنقطة المركزية 8.55 اللي عندها هنبيع، اللي هي دي، هذه النقطة المركزية. يعني لو نزل لهنا هنا مش هعبره، لو كسر النقطة المركزية دي هبيع. وديك بص يا نصار، ناصر ولا نصار؟ انت على كل، انا عايز اوريك ناصر. اوكي بص يا ناصر، انت شفت الكندي لما بتقول لي حتة مش عارف الكوباية ولا الفنجان والبتاع ده والطلب والبتاع، لو انت بصيت على الدولار كندي، بص شوف الدولار، شايف الشمعة الزرقاء دي؟ شايف السمعة طلعت فوق النقطة المركزية وارتد ورجعت قفلت فوقيها، فقلت لك دي نقطة شراء. دي بقت ليه؟ لان قرار السوق هو قرار ايه؟ قرار شراء. لو بص على الدولار سك، هذه النقطة المركزية، طلع فوق النقطة المركزية ورجع وطلع قفل فوقها، بقت شرط. وبص اللي حصل ايه، احنا اللي يعنينا قرار السوق. انا عايز اعرف الناس بتشتري فين وهتبيع فين، وبيخافوا ولا ما بيخافوش. لان لما تكسر نقطة مركزية في الهبوط اللي بيحصل ان الحاله النفسيه للسوق بتبقى الرعب، فبيبقى في عمليه بيع بعنف. فلما يبقاش كده بيبقى المنظر ده ان دل على شيء، فبيدل على القوه ويدل على الشراء. وزي ما وريتها لك في 2 شارت ورا بعض، 1-2 وريتك ذات القاعده وانت فهمتها بالظبط. يعني انت دلوقتي تقدر تتعرف عليها وتفهمها، تقدر تكررها.
سميها بقى كعب كوباية، سميها عرض وطلب، سميها تجميع اللي انت عايز تسميه. يعني انا ما تفرقش معايا المسمى، ما بهزرش، اقسم بالله بكلمك من قلبي، اقسم بالله بكلمك من قلبي، سميها اللي انت عايز تسميها، سميها اسم انت تعرفه انت تحبه، انما انت عايز تشوف ايه اللي بيحصل علشان تتخذ القرار الصح. بس فادي الدولار سك، هنيجي ناخد، احنا ناخد الدولار نوك اللي بعديه. ادي الدولار نوكي زي ما انتوا برضك شايفين، هوريها لك مرة تالتة. ادي النقطة المركزية اهي، ادي النقطة المركزية اهي، شوف رجع طلع فوقها، رجع عندها يا دوبك كسرها سنة سحتوتة هنا وراح برضك تشتري نفس. دي قاعدة تقدر تطبقها، تقدر تكررها يوم واثنين وثلاثة، وكل مرة بتتعرف عليها صح تستطيع عمل الفلوس. فأنت عايزك تجتهد، عايزك تجتهد في، ما تلخمش نفسك في الحاجات التي لا تستطيع أن تثبتها. يعني أنا ما أقدرش أثبت الطلب فين والعرض فين ما حدش يقدر يثبتها، لأن زي ما قلت لك كل يوم مختلف. انما اللي اقدر اثبته اثبتها لك ثلاث مرات ورا بعض تك تك تك، يبقى دي تقدر تعتمد عليها او تقدر تتعرف عليها، يبقى لما تيجي تاني تستغلها. فاحنا هنشتري فوق، عندي ثلاث ايام هنا اهو، يبقى انا هشتري فوق الثلاث ايام اللي هي 821، يبقى انا هشتري فوق اليوم ده اهو. فنقطة الشراء بتاعتي بالنسبة للنوكي هشتري فوق 8.22، النقطة المركزية اللي فوقها لأن دي أعلى وقت تبقى 9، والستوب بتاعتي هتبقى 7.51. في البيع هشوف هبيع فين لو أنا خدت شورت. أنا خدنا عملية الشورت لو يعني اخترق قاع من القاع عندي، يعني عندي تجميع 3-4 ايام، لو اخترقها يبقى دي هنبيع على اساس ناخد شورت سيل سريع اللي هو 8.4. اللي احنا خدناها من هنا لو احنا بصينا على الشارت الانترو داي هتعتبر كأنها نقطة مركزية، فدي هتبقى نقطة البيع. ما الـ الشخص اللي بيبقى فاهم شيء بيقدر يبسطه ويقدر يشرحه، الشخص اللي مش فاهم بيعقد ويجيب لك اصطلاحات. وانا ما بقصدش اساءة لحد، انا بقصد انك انت تستفيد. مهم، فدي النقطة المركزية اللي هنبيع تحت 80.40.4، النقطة المركزية اللي تحتيها اللي هي 7.865، دي النقطة المركزية، والستوب بتاعتنا اهي الستوبين، ادي الدولار سك وادي الدولار نوك، ادي الاثنين الدولار سك والدولار نوك. نيجي بعد كده ناخد الدولار كندي. احنا كنا بنتكلم على الدولار كندي انا ناصر، وده الدولار كندي، واصبح عندي انا نقطة مركزية هنا طلع اخترقها مرتين وارتد، هو قفل دلوقتي على 127.81. النقطة المركزية بتاعتي اللي هي 127.89 هو قفل 127.80، يبقى انا هشتري فوق النقطة المركزية دي. وهبيع فين؟ انا عندي نقطة مركزية تانية، يبقى هبيع تحت النقطة المركزية دي، هشتري فوق دي وبيع تحت دي، هشتري فوق دي وبيع تحت دي. فهشتري فوق ال 127.89 اللي هي النقطة المركزية
والستوب بتاعتي، ودي نقطة الشراء، وهبيع تحت ال 126 63 اللي هي نقطة مركزية. فأنا عندي نقطة مركزية للشراء وعندي نقطة مركزية للبيع. أوكي؟ ده بالنسبة للدولار. لو حبيته في عملة تانية للدولار ممكن تاخد الدنماركي، الدولار الدنماركي. الدولار الدنماركي برضك زي الاسكندنافي وزي النرويجي كرونا حالته تحيسة. بص شايف الشارت عاملة ازاي. فاحنا عايزين نقل. وبعدين لو بصيتوا بقى على الشهري مفيش، ده يعني في التاريخ ده اعلى حاجه من 30 سنه، ده في الهلومه فوق. فاحنا ممكن ناخدها فوق القمه بتاعت اليوم على اساس نضمن ان هو هيستمر. فاحنا واخدينه فوق ال 7 12 67 اللي هي 7 12 7 12 دي اللي هي هنا اهو. الستوب بتاعتنا هناخدها 7.9، يعني هنحط الستوب هنا دي قريبة 7.8. وبعدين الهدف مفتوح بقى، لان مفيش، دي اعلى مواصل يعني 52 year high، ده مش 52 week، ده 52 year. فدي ترينز القوية جدا بالنسبة لنا اللي احنا نتعامل فيه. دي مجموعة الدولار. لو حبيت ممكن تاخد الدولار مع اللي هو جنوب افريقيا، الزار، اسمه الزار برضك نفس القصة، وده ماشي مع الذهب. الزار عملة بتتعامل مع الذهب، ماشية في اتجاه الذهب، واضح طبعا عكس اتجاه الذهب ليه الاسعار. فانا من ضمن العملات اللي بتداولها دي، لان دي انا بحب الترندات الواضحه السهله اللي تعمل فلوس. ف اخترقت دلوقتي هو النقطه المركزيه ده اهي، وادي عندي نقطه مركزيه تانية واخترق. وبص بص يا نصر، شوف هنا عملها كم مره القاعده اللي قلت لك عليها، تشتغل عليها هنا برضك نفس القاعدة. الكرار الثاني الشمع وقفت نزل وراح رادد في اتجاه الزخم، اشتري تاني بوم. فاحنا هنشتري فوق الايه، يعني انا الاتجاه بتاع القمة دلوقتي او قمة الترند او قمة الزخم التاريخي اللي هو 1274، يعني عندي حوالي 300 بيب فوقيها. دي تشتريها في لندن، جلسة لندن، جلسة طوكيو بيبقى السبريدات بتبقى واسعة، فما تشتريهاش في وردية طوكيو، السبريدز بتبقى واسعة أوي. بس في سيتي اندكس السبريدز ثابته، في اف اكس سولوشنز السبريد ثابته. فاعتقد يعني على كل ان تسالهم يعني، واخد بالك. فاحنا انا عامل حسابي ان انا هشتري الافريقي وهشتريه فوق 1252 من القمه هنا في 1252، دي نقطة الشراء. النقطة المركزية اللي هي 1274، يعني عندي 200 بيب فوقها، والستوب بتاعتي 12233. البيع مش هبيع الا تحت النقطة المركزية اللي هي 1175 اللي هي دي. انا رفعتها سنة هتبقى 11 89، دي اللي انا هقمها.
اوكي، دي مجموعة الدولار اللي هو الحاجات اللي ايه القوية. هنيجي ناخد بقى الايه الحاجات التانية، ناخد اليورو، ناخد الدولار ين. دولار ين مهم، ودينا احنا شايفين ما دي الطريقة اللي احنا بنستعملها ده بالنسبة لللونج تيرم. ما انا كنت واحد منهم، ما انا عملت التورت في لندن. ما دي حاجات احنا بنستخدمها موجود، بس ده لازم، ده موضوع بيطول شرحه يعني. ده اللي بنسميه التداول طويل الأجل. فاحنا بالنسبة للين الياباني عايزين نشتريه، ونقطة الشراء بتاعتنا 121.67، يعني أول ما يطلع فوق القمة بتاعت اليوم هنشتري الين الياباني 121.67. دي النقطة المركزية بتاعتي المؤقتة 121.67. وفي البيع أنا مش هبيعه إلا لما ينزل هنا أهو، يعني مش هبيعه الا لما ينزل هنا، ومش هعمل شورت. لو حبيت تعمل شورت مؤقت ممكن تاخده من النقطة دي اللي هي 120.46، هحطها هنا 120.46. 46 مش هفكر في بيع الين الياباني الدولار ين الا لما ينزل عند 120.46. طول ما هو فوقها انا بفكر اشتري، وشوف كم مرة عند النقطة المركزية يبقى احنا هنشتري عندها. يبقى ادي ايه الدولار ين. هنيجي بعد كده ناخد الايه ال ناخد الباوند ين. ناخد الايه البردك الباوند ين. الدولار ين الباوند دولار مش هنهوب له شراء الا لما يطلع فوق ال 148.32، يعني تقريبا 100 بيب من هنا. طول ما هو هنا اهو هو لسه هينزل لحد ما يجي، فانا هسيبه لان يعني فالقوي قصاده الايه الين. ادي الباوند ين، وانا عندي نقطة مركزية هنا اللي هي 179.23. اللي هي 179.43. فاحنا هنشتريه 179.43. دي نقطة مركزية، يبقى لو طلع فوق 179.43 هنشتري. وهي زي ما انت شايف في بينها وبينها هذا 40 بيب، فهشتري فوق الايه 43.
والبيع ان انا بيع انا عندي الانخفاض اللي هي 182 اللي هو ادنى سعر وصل له اللي هو 178 40، هو هنا 178 20، لو كسر نزل تحت دي انا هبيعه تحت ال 178 20، والستوب بتاعتي هتبقى 179 43، نفس الستوب يعني نفس الستوب دي هي نفس الستوب دي. فالدولار ين 179 43 هي النقطة المركزية وهي الستوب. في البيع 178 200، والستراكشر اللي تحتيها 175 35، والستوب بتاعتي برضك هتبقى 143 برضك ذاتها نفس الستوب. اوكي، ممكن تاخدوا اليورو دولار نفس الحكاية. اليورو دولار دلوقتي اللي انا متخوف منه بعض الشيء من اليورو دولار اللي هو ان التداول في اليورو دولار اصبح تداول في اتجاه واحد، يعني كل واحد تقول له يورو يقول لك بيع، تقول له يورو تقول له يقول لك بيع، فاصبح ان البائعين كتار جدا وزايدين بيبيعوا 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 وما فيش حد بيشتري. فبالتالي اللي هيحصل ان هيحصل توقف، في احتمال يحصل توقف الانخفاض، واذا حصل توقف الانخفاض يبقى ممكن يحصل تغطية للشورت، وبناء عليه لازم نبقى احنا متحوطين الى النقط الشراء. فلو طلع عندي فوق اللي هو التو داي لو اللي هو ال 101 و 105 10 هنا اهو، ممكن مش تغيير ترند مش حاجه، انما تديني شويه زخم شورت كفرنج، فممكن نشتري هنا ويبقى الصفقه اللي هناخدها هنا صفقة قصيرة الأجل، لو عملت فيها 50 بيب تطلع. دي صفقة ما تقعدش فيها لفترة طويلة. صفقة تاخدها قصيرة وتطلع منها بأسرع ما يمكن. خد بالك؟ فبالنسبة لليورو هنشتري ب 105 10، النقطة المركزية اللي فوقها 107 58 والستوب بتاعتي 104 60 اهو البيانات اهي. الشورت هبيع تحت 104 60، النقطة المركزية اللي تحتيها 101 22 والستوب لو انا بعت ب 104 هضطر استخدم الستوب، لا الستوب الكبير 102، الستوب دي غلط، هستخدم 105 10 سوري، استخدم ال 105 10 كستوب. اوكي، ده اللي هو اليورو دولار. كويس، انا طبعا مش هقدر اغطي كل الكلام ده، انما انا عملت ده خطة العمل بتاعتي لكل العملات اللي انا هاخدها. اللي يحب ياخد صورة منها، لان انا مفروض ابتدي الندوة التانية كمان ربع ساعة، اللي يحب ياخد سكرين شوت او هتبقى على فيسبوك كمان نص ساعة. اوكي، فاللي يحب ياخد الاسعار يصورها
والباوند ين النيوزيلندي ين برضك ممكن نشتريه ب 89 89. ممكن ابعد عن اليورو ين وغني له في الوقت الحالي. الباوند اوزي ممكن تشتريه 193 45 اللي هي نقطة مركزية دي مهمة، لأن لو بصيت عليها برضك الباوند اوزي شكله ادي النقطة المركزية اهي، لو طلع فوقها يبقى هيتكل على الله يبقى ممكن نشتريها. الباوند كاد حاسيبه، الباوند نيوزيلندي ممكن ناخده لأنه هابط وضعيف، ممكن ناخد الباوند نيوزيلندي. اوكي، وانا هسيب الشارت اللي هو الرادار سكرين، اللي يحب ياخد صوره منه ولا حاجه، لان هو كبير فهعمله على مرحلتين. فدي المرحله الاولى، وبعدين المرحله الثانيه اللي هي مجموعه الين ومجموعه الباوند. وأخيرا وختاما المهم مجموعة الدولار اللي هي دي اللي هي المجموعة الأساسية اللي هنركز عليها الأسبوع. أوكي، وكده أدعوكم بالتوفيق إن شاء الله. وزي ما قلت لكم اللي يحب يحضر الدورة اللي احنا هنعملها يوم الخميس والجمعة والسبت بعد الظهر، ودي زي ما قلت لكم دورة دون تكلفة عليكم. ابعتوا رسالة للأخ شهاب عبد الله على أساس يحجز لكم مكان في الايه في النادي. اوكي، واللي يحب اللي موجود في دبي ويحب يحضرها يعني اهلا وسهلا، اللي يحب يحضرها اونلاين اهلا وسهلا، وربنا يوفقكم ويكرمكم كده ويبارك لكم في رزقكم ورزقنا معاكم ان شاء الله، وبالتوفيق. نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. الخميس والجمعة والسبت هنبتدي من الساعة 5 بتوقيت دبي. يعني متهيألي انت في مصر يا محمد؟ 5 بتوقيت دبي، هتبقى الساعة 8 عندك بالليل، 8 ل 11، وبعدين يوم الجمعة الصبح ويوم السبت الصبح طول النهار، جمعة وسبت، لأن جمعة وسبت إجازة هيبقوا طول النهار. أوكي؟ ماشي، شكرا. السلام عليكم، أنا هقفل الأوضة دلوقتي. أوكي؟حد عايز ياخد صورة حاجة؟ أوكي، السلام عليكم.